دقائق الربع ساعة الأولى، ثم الفريق تراجع مردوده ومستواه بسبب نقص اللياقة أيضا، وهذا واضح حسب رأيي في المباراة، وممكن يأكدوا الكابتن كابتن علي بوجريشة والكابتن سيد عبد الرازق بازوكا. بينما هذه كرة خطيرة، 1-0 1-0 للجابون. الجابون قلت طمعت في المباراة، لا تريد النقطة، تريد الثلاث. وأوبا دومير كما يقول المثل الفرنسي، مباراة حقيقة صعبة، صعبة جدا، وصعبها فريق الجزائر على نفسه من خلال اهدار فرص الربع ساعة الأولى، من خلال إقصاء شراد، من خلال المنتخب الليبي كسب البنين 4-1، الديربي المغاربي 1-1 في أداء طيب من المنتخبين، والفريق السوداني انهزم من كوت ديفوار 5-0، والآن الجزائر منهزمة بهدف في ملعبها. بينما كرة خطيرة، كرة صعبة، حذاري من الضربة القاضية، تحذير يورب صعبة، والثاني من الضربة القاضية. قل حذاري من الضربة القاضية، اليوم مش يومك يا أخضر، اليوم هو يوم الأزينغو ناسيونال. الجابون جاب نقطتين، هذه الهزيمة الثانية على التوالي، نقطة صفر. التمريرة ما فيش تغطية، واللاعب الجابوني لا يخطى المرمى وبعيدة، لقطة وكورة تحوس المباراة وتلخص اللقاء اليوم في ملعب 19 مايو في عنابة. هذا هو اللاعب حاج بوغش. بينما كورة المنتخب الجابوني، حذاري، حذاري، محاولة فريق الجابون، الهدف الثالث، الهدف الثالث للمنتخب الجابوني. من غير شك صار تفقيل النتيجة. أثقل هزيمة في تاريخ الجزائر في المسابقات الرسمية في الجزائر، بعد 5-1 ضد المغرب عام 80 تحديدا في 79.